هل لو أنشد نشيدا فيه ذكر أجر عليه أم لا؟ مسألة الأناشيد لا نريد أن تكون يعني أصلا من أصول المسلمين، يعني تجد بعض الناس خلاص انصرفت أسماعهم عن القرآن إلى أناشيد، يقول لك ده نشيد أبو الهول ودي نشيد أبو مازن وده نشيد مش عارف إيه، وطول ما هوش يسمع أناشيد نيجي طب نسمع شوية قرآن، طب القرآن طب نخليه بقى ما يقدرش يسمع قرآن. الأذن كيف اعتادت على السماع؟ الواحد لو تعود على سماع القرآن يلتذ بسماع القرآن، ولو تعود على سماع الأناشيد يلتذ بسماع الأناشيد، ويضعف أو تضعف همته عن سماع القرآن. ولذلك أهل المواجيد ترقق قلوبهم بالأناشيد، أهل المواجيد ترقق قلوبهم بالأناشيد، يعني بعض الناس الصوفية ترق قلوبهم مش بالقرآن وإنما بماذا؟ بالأناشيد، بالشعر، شعر كده يقولوك زي الأناشيد فقلوبهم ترق. وبعضهم يقول بجواز ذلك لأن رقة القلب مقصودة، فكل ما كان سبيلا إلى رقة القلب كان أيضا مقصودا. فنقول التوسع في هذه المسألة فيه بأس، لكن عدم التوسع ليس فيه بأس، والله تعالى أعلى وأعلم.